تاني خبر معانا النهاردة هو خبر حلو قوي، هو بيتكلم عن حضور 10,000 مشجع في مباراة الأهلي اللي جاية قدام فريق سان داونز الجنوب أفريقي، وللمفترض هتتلعب يوم 25 فبراير اللي جاي على استاد السلام ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا. نروح بقى معاكم من كواليس مباريات وخسارة الأهلي في كرة